تزايد إقبال الطلاب والطالبات على ارتياد المدارس الأهلية خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير بسبب ما توفره من خدمات تعليمية وبيئة دراسية ورصانة في التعليم وفهم المنهج، فضلاً عن ضمان حرية الطالب في التعبير عن رأيه. المدارس الأهلية يعني مدرسين قديرين، مدرسين يشرحون المادة بالتفصيل، الممل يعني يعطون الطالب حقه وكل شيء اللي يريده يسأل. التدريس مالتهم زين، يعني عكس المدارس الحكومي، يفهمون يشرحون أكثر حتى يستوعب الطالب. وانتشرت المدارس الأهلية بمراحلها المختلفة الابتدائية والمتوسطة والإعدادية وحتى معاهد التقوية بشكل كبير في الديوانية، وهي مدارس تعتمد كوادر تدريسية تتمتع بخبرات عالية وطرائق تدريس متطورة ومختبرات علمية وأجهزة حاسوب مكنتها من تحقيق نسب نجاح متقدمة في تجربة السنوات الماضية. وفر لنا كل المستلزمات اللي نحتاجها من مختبرات، يعني ما أعتقد أكو مدرسة ابتدائية عندها مختبر مثل ما موجود وتشاهدوا، حاسوب، غرفة حاسوب، مكتبة، مرسم. أثبت الجدارة في عملية التعليم أو رفع بعض الحمل عن المدارس الحكومية، ازدحام الطلاب والبيئة. توفرت في المدارس الأهلية بيئة مدرسية جيدة اختلفت نوعا ما عما موجود في المدارس الحكومية. وفي الديوانية وحدها توجد 70 مدرسة أهلية فضلا عن معاهد أخرى للتقوية ورياض أطفال حسب مديرية التربية التي أكدت إخضاع هذه المدارس إلى الإشراف المباشر من قبلها لضمان رصانة التعليم ومعايير الجودة. لدينا في المحافظة بحدود 70 مدرسة بالإضافة إلى 41 معهد لدورات التقوية الدائمية و23 رياض الأطفال. هذا الحقيقة القطاع وضعت له ضوابط عديدة من حيث الإنشاء، من حيث البنايات، بالإضافة إلى أنه شروط أخرى لكيفية اختيار المعلمين والمدرسين في هذا القطاع. وأمام المدارس الأهلية فإن قطاع التربية الحكومي بقي مثقلا بالمشاكل من قلة الأبنية المدرسية وتقادم الكثير منها، إضافة إلى وجود الأعداد الكبيرة من التلاميذ في الصف الدراسي الواحد والنقص الكبير في الاختصاصات العلمية. الأبنية المدرسية هناك أبنية متهالكة، هناك حتى زجاج النوافذ اللي جاي يشوفه محطم، رحلات ماكو، مختبرات ماكو. الإقبال الكبير على المدارس الأهلية جاء بسبب المشاكل التي يعاني منها قطاع التربية الحكومي من تقادم الأبنية واكتظاظ الصفوف والتراجع الكبير في مستوى الرصانة العلمية. من الديوانية ميثم الشباني، الحرة.